بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في مقاصدنا وفي مقاصدكم. خوينا وبابا ملا سهيل. وإذ قد فرغ من بيان الأبنية تصدى لأحوالها. يعني وقت جيكا توابو يزبى معنى زمانه. وقت زماني جيكا توابو لبياني أبنيان أبنية خماسي ورباعي ومزيدة كانوا مجردة كانوا بلا لون مباركة إي فعلي وإي اسميوني أبنية كاني همكتب بلا يلا وقت جيكا توابو لبياني أبنية اسم فعل أو جار بلا تصدى اللي أحوالها يعني متعرزي أحوالها يعني بدي أستذكر ببحث كردن لأحوالي أبنيان أحوالي أبنيان أو تغييراتك بصر أبنية دادية ها أو تغييراتك بصر أبنية دادية بودية أحوالي أبنية شاكا أو أويا وأحوال الأبنية وأحوال الأبنية قد تكون عارضة لها للحاجة معنوي للحاجة معنوية كانت أو لفظية أحوال أبنية جالوا هي عارض دبن بو أبنية أحوالك أبنية بواني أصل كان دلنا أوانش فرع كان دي كان دي دروز دبي بو أحوالنا دروز دبن أحوال أبنية تاكا جاوا معنى أوانية كا أويدك أبنية يا هم أبنية أحوالي وعارضنا بأي دنا جمع شهر جزوي أبنية مفرد شهر جزوي أبنية هدو شهر جزوي أبنية ولي أوي حالك يبو عارز ذبي مفردك يا جمعك يلي بناء جدي كيلي بيدارب ونيا أحوالي أبنية أو أحوالاني كعارز دبن بو أبنية جاري وايا لبر حاجته لبر نيازة شاكا جاري وايا لبر نياز نيا ونيا لبر توسعة جاري واهي لبر مجانسة جاري واهي لبر بسقيل زانيني بناية كي ديكايا بناية كي ديكا بسقيل دا زاني لا يدديب وأولايا بو بناية كي ديكا جاكا بلا والمعنوية جا حاجتك جاري واهي معنوية جاري واهي لفزي حاجتي معنوية أويا ما هي باعتبار فهم المعنى حاجتي معنوي بحاجتي جدلا كحاجتك ربطي بفهم معنى كلمة كيوها بها باعتبار فهم معنى كيوها مثلا أتو زماني ماضي وزماني حال وزماني آيان دو بشي لكو كيوها ونيا يا اسم فاعل واسم مفعول بشي لكو كيوها بو معنى كي نيازت هي بناء كي تغير بدي أحوالي أبنية لبر خاطري تحصيلي أو معناها بس حاجتك حاجتي شي معنوية يعني حاجتي كذا قرأت وصر فهمي معنى لكلمك حاجتي معنوية أو يك حاجتك ببي باعتبار ودنزر قلتني فهمي معنى لكلمك أو حاجة بيدابوا نياز من دي كربتي بفهمي معنى كلمك بو معناها وهي ككلمك ديجي يعني وذلك والمعنوية ما هي باعتبار فهم المعنى وذلك كالماضي والمضارع شها وكمالي يعني أويك أحوال كان وكمالي نعم أويك بو راوس وذلك شها كالمالي أحوالك وقوية بنايك وقوية مثال بو شهي بو أو بنايك لبر حاجات فايدة بو نق مثال بو أحوالك حاجتك معنوية أولا دفش داشت كتي مالي أواني كردونا حال دفش داشت شواي كت كبو بيكتون حالت هنا كلام وهو أنه عد المصدر فيما بعد من الأحوال مع ظهور أن الصيغ مثل النصر والرب أوانا أحوال مين جاكا هل أصلا الصيغ كان أحوال مين متوجبوي صيغة كان حالة نين
أو وضعيتي كبسر بنايكي هاتو صيغكي للدروس بو أو حالتا كوابو ماليكا مثال بو أبنية بو بلا بري والله مثال بو أحوالي أبنية إذا واقع دا مثال بو بناهايجي كلا بناهايجي أصلي صادقون بوسيلة أو أحوالنا أحوالي أبنية واتا أو بنايك لو أحوال عارزانة بيدابون والحاصل مالي وملارعك حالة نين لحالتي بيدابون يعني حالتك عارز بوكو ألفك اللي زياد كربية وكو فلانك مكسور كربية أو حالتك كانن أو أنا عارز بونا سري أو بناء أساس بوا أو بناء ثانوية لبناء أصلكي دي كالماضي والمضارع والأمر وإسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل والمصدر وإسم الزمان والمكان والآلة والمصغر والمنسوب والجمع أو أنها محالة لمصدر فيدابون هندي شان مصغر لمكبر فيدابوا منسوب لمنسوب إليه كي فيدابوا جمعك لمفرد كي فيدابوا حتى دقات مصغري همو يعني لمصدر فيدابون يعني أصل كان أوا شاك يعني بناهايك كلا بناي أصلي كمصدر سازبون ونيا جاء ما أقب بناء بوي بلنشتي لأساس دبي شاك بناء كتي سبو دب يجدا منظور ببناء سيا شو أسر تعريفك كتي والمراد ببناء الكلمة للتعريف علم سرد هو اللفظ باعتبار ما فيه من الحروف الأصلية والزائدة ونيا والحركات والسكنات من حيث أو كمادة لما يعرضه من الأحوال العارضة كواب أبيشتي لبيدان ببناي بينالا بو حسابي أبيشتي لبيدان ببناي بينالا مصدر بناي بو هموان أواني لبيدان بن مالي بناي بو ملارعي ملارع بناية مثلا بو أمري أبي هر آخر إدي بنانية هلا بناية سازبو وتا متوجه بوي بو وصيتي كبو بناية كشويتي والمراد ببناء الكلمة هو اللفظ باعتبار حرف أصلي زائد حركات سكنات جاء من حيث أو كما دبي تاكا بلا لفظة باعتبار أوي كمادة بيه بما يعرزه من الأحوال ما دام يعرزه من الأحوال نبيه فينالا بنا كواب أوي هر نهاي بنانيا ولي أوي أول بنايا أوي ديكش تاكا أوي ديكش با أحوال جبه بنسبة بنا بيشوكي بخوشي بنايا بو إيش دي حالبون هم لبناء سازبو هم بخوشي بنايا هم بخوشي بنايا حتى إذا قالت أبي هر آخر يدي بنانيا إيش اللي يدروز نبوا جاء دل أحوالي أبنية ونيا يعني أو أحوالانيك شو نسر بنايا نشتي ديكان اللي يدروز بوا أو أنا مثالي نوكو مالي جاء مالي مثالي أحوالكيني مثالي أبنيكي كبوسيلة حا أحوالكان بيدا بوا مالي بنايك ايدي ونيا دل احوالي ابنيه احوال كان بحاجه وق مالي وذلكين او ابنيي كبوسيله احوالي عارزه بيدابون وكمازي هكي انا مازي وذلك كالمالي جهه وكمالي بناء يا احوالك وكوي ودلتي قزلتي دلتي اي الأحوال للحاجة المعنوية أحوالك وكمالي وذلك يوشتش دقيقة أوا أما دماني مثالي بوشي بيني نوا شين سنسيوا قزل زي أي الأحوال للحاجة لسر وذلك ينسيوا بلا أي الأحوال للحاجة المعنوية
أحوالك وقأوا نك بنايك وقأوا بناني أوا بابو سروي خوش بو 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 إلى سروي خوشتر بنايا وليما همو ما نهر حساب كردون كهمو ما نهر حساب كردون تاكا بس أول مثالي أحوالي تبو هروان دبو أي أحوال الحاجة دي المعنية ويتقزل جي بلا قاف مصر شيء غلا مصر كوا مصري دي بلا وقع التفضيل والمصري والمصري بلا هوي شيء دي غلا بلا آو تا جاك أو أبو في مصري جزوي أحوال حساب كدوة بقي ها هنا صفحة حود أنه عد المصدر فيما بعد من الأحوال مع ظهور أن الصيغ النصر والضرب ليست أحوالا طارئة على بناء آخر أحوال عارض وسر بناية ديكان شنوان بخوان أصلا مصدر مجردنا مصدر مزيد بلا لو أن تروزبون شاكا بلا دلبوه إلى أحوال حساب كدون من حيث المجموع أحوالا ها كذا لا مصدر خو مصدر ثلاثي مجرد مشخص المنظور نيا اي مصدر ثلاثي مجرد نام مزيده كان زياتريش ها زياتريش كاكار بس زياتريش كم تري نبي من حيث المجموع باعتباره وي جنس كي حالته باب خوش باعتبار مشتمل من جنسه جنسا حالته با فرد نشمو يعني حالتنا بن مثلا مصدر ثلاثي مجرد كان حالت نين متوجبون بس أحوال كان وقوانا جاء أحوال ونيا أحوال كتي أحوال كتيا أو بناك أو بو كتي أحوال كتيا وأحوال الأبنية هي العوارز تاكا هي كالإبدال والإعلال ده حقد دا حالة كان أوانا وللو حالتان أوانا فيدابون ده حقد دا أوانا مثال أحوال جنين مثالي صيغي كنك لأحوال فيدا بون يعني أحوال عارز بو أواني فيدا كبدون تمام أحوال أبنية وكمازي وانيا كارانا كذا قال ياندكي حرفي لي زياد ناكي حرفي لي كم ناكي وانيا أو حالتان أو شتانا كبوي عارز دبن دماليكا وغربا أحوال نيا ولي أحوالك بسريدة هات والله ربا ساز بوا هاتو يفاول فعلكت تليك دوا عين فعلكت لالا ربي قد رسيك عين فعلكت مفتوح كدو آخر يكد مبني كدو لسر فتحي كل أسر فتحي دا أحوالا ساز بوا أخوي أحوالني أحوالا ساز ولي أول كدو تمثالي أحوالا ومنزوري دا حق دا أويك لأحوالا فيدا بوا فإن كل ذلك لحصول المعاني التي لا تحصل إلا بها جالاً أوانك فيدابون تبعاً للحاجة فيدابون حاجتك إيش حاجتي معنوية فإن كل ذلك لحصول المعاني التي لا تحصل إلا بها هموي أوانا فيداي شكاياً لبر حاصلوني معاني شكو معاني أنا حاصلنا بنبوانا نبي بتية معنى ما زيد جيني قصي غير مخصوصي ما زيد نبي بسي معنى مزارعي دقيني أقا صيغي مخصوصي مزارعي النبي بسي معنى أوي دقيني أو فاعل أو مفعول أقا صيغي مخصوصي أوان النبي إيه معلومة دي والحاجة اللفظية ما هي باعتبار التلفز بالكلمة إمكانا أو استحسانا حاجة لفظيج أويك حاجتك باعتبار تلفز بكلمة بي يعني ربتي بتلفز كرني وهبي نربتي بمعنى وهبي تاكا مثلا الان كاني اتو همزي زياد دكي همزي زياد دكي بوي ابتداء بساكن نكد بوجي بزينابي او همزة زياد كدنا بوي ني معنى ايش تايبت فيداكي بوي تلفزك بو ممكن بي حاجتك حاجتي كي لفزية مربوط بلفزة باعتبار تلفز بكلمة كي جا تلفز بكلمة كي للحاز امكان يا للحاز استحسان يعني إمكاني نبي تلفظ بكلمة كي ببي أو كاري يا مستحسن بي أو كاري لقلب كي با ممكن يجبه تاك حاجتك حاجتك تاك بلي حاز إمكانه وبي يعني حاجتك
بو إمكاني كاركي حاجة به يا بو استحسانكي حاجة به حاجتك للحاز إمكانه وبيع يا للحاز استحسانه وبيع وات حاجتك شاك ربتي بإمكاني كاركي وهبيع يعني بو إمكاني كاركي مريدي حاجة به يا بو مستحسن بوني كاركي مريدي حاجة به نجدك أقرام رب وجوبا شناك وجوبا إمكاننا شاك حاجتي شي واجبي بيه يا هر دبيت اوقات واولاد نظر ذكرك حاجتك لازمه ايش اولاد زيد نظر ذكرك كحاجتك بامكانك كارك حاجتك بامكانك كارك بيه حاجتك دبيت واجبي والاول مثل التقاء الساكنين مثل التقاء الساكنين والابتدائي وكو التقاء الساكنين تا او حاجتك ني التقاء الساكنين بلكو ونيا اي ما يجب اعتباره فيهما حاجتك اوشتك اتو ده حاله التقاء الساكنين دا متوصل لبي بي ده حاله ابتداء دا متوصل لبي بي خدي ابتدائك والتقاء الساكنينك حاجتك ني اوشتك يجب اعتباره فيهما حاجتك او أوشتك واجبة ده نظر بجيرية ده التقاء الساكنين ده التقاء الساكنين ده ويواجبة ده نظر بجيرية وحركة يبقي والتحريك في الأول تاكا وحركة يبقي وحركتك ده بيت حاجة ده بيت حاجتي شي إمكانيش يعني إمكان نابية كاتو التقاء الساكنين كي بهيلية إلا ما قرأوا كاريبكي وهو التحريك في الأول جاء أو ما يجب اعتبارك وحركة خصنوية دقي أول ده أول كالتقاء الساكنين والإتيان بما يتفصى به عن الابتداء بساكن في الثاني دقي أول ده حاجة كذبت وحركة خصنوية دقي دوامش ده دبت هيناني اشتيكي كخوي بي النجات بدري لسنك ابتداء بساكنين هيناني اشتيكي مثلا همزي وصل ديني ونيا؟ وهو التحريك في الأول فإن التلفظ بأذهب إذهب مثلا من غير بإذهب إذهب بلا بإذهب إذهب يا بإذهب بإذهب إذهب نا كذا واني كم ده إذهب أو إذهب إذهب إيش ديك شي بدوا دابينا لا اذهب كي دوايش همزه وصلك فريدا دبيتا اذهب ذهب ديبل ناكله تلفظ بيبكي ونيا دنا وحركتي بخيوه معلومه كلا بيجوي وحركتي بخيوه دلبو تحريك حاجتك كربتي بامكاني كاركه وهي دلت شنك التلفز بإذهب ذهب مثلا من غير تحريك البائي متعذر ببيئة وي بيكي وحركة بخيوة بيكي وحركة نخيوة إذهبكي أولا تلفزنا كريئي شوين تلفزكي شنك دو ساكن لبنايكن بيكش وزالكش بإذهبي أولا زالي إذهبي دوام جاو أو ديومية سيدني بداية ناوة هو تسيا شوني لي حالي بو اوه اذهب هل يجو همزي وصل دروا معلومة همزي قد حيني داني اخنيها غلطة شاكا دي بيو مكان شباكي نواصل شاكان بيو مكان اي معلومة بيو مكان شباكوا ولي بولي حالي بوني اقا هدوك اذهب كان بخينني وقيومي زور عالي دبي بي كيف خينا دري شاك بي فإن التلفز بي أو بي بخي دري شاك أو بي بخي دري دواي بي كي قيومي كي ليبدي دواي مثلا كاش خوي لي دوا نا بيج مثلا دبي قيومي ليبدري والله دبي كلمة اذهب اذهب كما كارما بإذهب اذهب يا حالي بوي جاء أما
بيج إذهبكي قيومي كلي دين أو قيوما دي جابي ما نجابي وصل ماكلي بي جي بي ما ناميني فهذا من خيام كير نقول خيانك هل ببيع ودقومي هاي ما صنابي نعم هو ساكم كرمن ساكا تلفزكا فوزا بإذهب اذهب مثلا من غير تحريك الباء متعذر حالب بقربان بلا جاء أوا لو يقرن أوا هتا حركتين خيوة الآن أو تحريكا حاجته حاجتي شي لفزيشة وتحاجت باعتبار أو إمكان تبيئة تلفظ بكلمة كي حاجت بإمكان تلفظ بكلمة كي ونيا شونك الآن تلفظ بوي ببيع وحركة سنوي باكي لا ممكنة دي وهو التحريك في الأول والإتيان أو عينك ليبدن كا والإتيان يعني وهو الإتيان أو عاد في الدنيا بصير تحريكي أو علامة عطف أو وهو الإتيان بما يتفصى جود نقطة خواري بكرنا متفصين يا أخو نعم أي مجهولة ولا خربان خد الله متفصين يا أخو بما يتفصى يعني يتخلص به نجاة حاصل ببيب وسيلي لإبتداء مساجد إدوانا أو ما يجب اعتبارك كحاجتك أو بو تحريك داد التقاء الساكنين داو إتيان بشيء كشيئك همزة وصلك يا كبوسيلي أو شيء نجاة حاصل ببيب لإبتداء مساجدين تمام؟ بلا جانا دبا مثالي بإذهبي ذهبي ناباوا شون كمدى فيش دا كتمان او حالتيك بوصل كرني كلمه دي ساز دبي جزئ او احوالنا نيا كلير باسيلي وذكري اقل لي بكري بحثي شي استطراديه دبي كان شو توا اوا ين بلا بحثك ها نزل بلا بحثك أوتا صفحة شش كتي خرج ما لا دخل له كالأصول وما يعرف بأحوانه كالعارضة والأحوال الإعرابية الطارئة في أواخره باعتبار الترتيب مع الغير أويك باعتبار ترتيب مع الغير فيداد به خارج عن الحالات الوضعية تاكا وكو مثال الشي هنا واتسبو بيقيش بو ميمية بيجيش بوميمي إدغامي كربو بلا يضرب بعده ها يضرب بعده بمثال هنا أبو ألا أو إدغاما حالتك كبوسيلة كلمة دي ساز بوا وطارئ بوا أو جزي أو أحوالانا نية كليرة دا قصيلة بكري أغلي بكري استطرادي قصيلة بكري ها بلا جاء أو مثال للبحثي استتمام للبحث في استطراد جاء اول مثال استطرادك يا ودنا اذهب جوكو وكو يضرب بعده وايا كبوصلي كلمه دي سازوا شنو التقاء ساكنين كبا كلمه دي سازوا ددروني كلمه دانيه حليب بلا جاء التمثيل بذلك اشاره الى الاستطرادي او الى مذهب اخر مذهبي آخر كدلا عامة لوي بوي بيدا بيها بوي بيدا نبيها جا مذهبي آخر ما نهبو مذهبي آخر ما نهبو جاكا ديار مذهبي آخر شايا شو كنتي فإن التحقيق أن مثل ذلك ليس من أحوال الأبنية ديار هندي كبون كا بعضي كان أوشان البجوز بحالات دزاني بغيرش بيدا بيها متوجه بوي؟ هذا بيش داكتي تحقيق أوايا أوانا جزء أحوال أبنية مقصودين تحقيق أوايا
يعني قولي ديك هيا بوي كأوان نشر أحوال بن باب وصيلي كلماتي ديش بيدا بوين دي دلسي قزلزي التمثيل بذلك إشارة إلى الاستطرادي أو إلى مذهب آخر فتأمل بلا أو فتأمل تاكا يعني أو مذهب آخر لو قولي والرجلك الله فإن التحقيق أو فإن التحقيق أو يعني قولي ديك شيء ولي زعيفة دي أبو بكر أولس موسي ونزع موسي وهو جزء أو أحوالانيك مربوط بيرد أنا جزء أحوال معلومة ولي أو أحوالانيك دا سرف دا باسي عليك دي والاستحسان مثل الوقف استحسان دي والاستحسان مثل الوقف إذ لا أويك حاجتك باعتبار استحسان تلفز لا إمكان تلفز يعني اعتباري حاجتي لفظي كتب باعتبار التلفز إمكانا أو إمكاننا تمييزا تمييزي محول لمجروريا تاكا باعتبار التلفز بالكلمة استحسانا يعني باعتبار إمكان التلفز بالكلمة استحسانا كشروايا تلفز إمكانا يا تلفز استحسانا أخا الآن طاب زيد نفسا تمييزي محول لفاعل يعني طاب نفسه زيدين وين يا؟ بلا طاب جاكا بلا تمييزي محول لفاعلي تمييزي محول لمفعولي تمييزي محول لمضاف إليه تمييزي وين يا؟ محول لمجروري بلا جاكا الآن كان باعتبار التلفزي يعني باعتبار تمييزي محول لوانيش هذا بيت مضاف إليه باعتباري ناولا هذا بيت دسيت زي مجرور كي يعني باعتباري إمكان التلفظ تلفظ مضاف إليه تمييزي محول لمضاف إليه باعتباري التلفظ إمكانا يعني باعتباري إمكان التلفظ بالكلمة استحسانك شروايا حالي ونصيغ الاستحساني مثل الوقف بلى كتي والأول تاكا حاجتي فلان بلى والأول يعني إمكانك حاجتي باعتبار إمكان ثانيك حاجتي باعتبار فلان شاكا والأول جاء التقاء الساكنينك ما يجب مراعاته في التقاء الساكنين كذبة حاجتك ونيا أوزار وقفك شروايا وقفك تيا وقفك حاجتك يا وقفك حاجتك يا ما يجب اعتبارك إذا وقف ذلك بتحاجتك ما يجب فلانك أو شروايا ما يجب اعتباره ده ابتداء ده ما يجب مثل التقاء الساكنين والابتداء أو يجب اعتباره فيهما إيوانيش شروايا ونيا والثاني مثل الوقف يعني ما يجب اعتباره في وقف أو واجب اعتبار بكر ده وقف ده كيف ساكن كدنا أو ده بتحاجتك ما يجب اعتبارك جاء الاستحسان أو ده لو الاستحساني بو الاستحساني بو هر استحسانك ده واقع ده ديب لو الحاجة للاستحساني وكو وقف استحسانك وكو وقف استحساني ناوي دين والاستحسان مثل الوقف إذ لا تعذر في عدمه لا تعذر إذ لا تعذر في عدمه تعذر بإمكانك نيد نبوني وقف داي وقف تعذر نيد نبونا كيدا يعني بإمكانك نيد عدم إمكانك نيد نبونا كيدا ذكرنا نبي وقف ونيا واتا أوشتي كدا وقف دا أنزامي ذكري وقف كيف ساكنين كي خلاصة حاجتي كي إمكاني نيا ده حد إمكان داني ده حد استحسان ده وإنما هو استحساني جاء لا تعذر في عدمه
شو كخدي وقفك منظور نيه بعنوان حاجة أو شتيك بو وقفك يدبي بكي حاجتك هوا أو شتيك بو وقفك يدبي بكي تيا ملا أبسو هاي أو شتيك بو وقفك يدبي بكي يا هدي يبلا خدي وقفك وايا خدي وقفك نق اوي بو وقفك يدبي بكي ونيا نق اوي بو وقفك هر خدي وقف كرنك وقف كردن حاجتي شي استحسانيه نق اوي انجامي بدي بو وقفي واتا ساكن كردن مثلا يا تبديل كردني تنوين يبا الف ده وقفي ده خدي وقفك حاجتك وكو بيشينيا أو يبيجده التقاء ساكنين وابتداء كحاجة نبون أو شتى كواجب ودوان دام راعد بكري حاجتك أو أبو أما وخدي وقفك يا حاجتك يا حاجتي شيء استحسانية والاستحساني مثل الوقفي وإني والله استحساني يوبي هم يهربوا نفس كانوان الله يكان معقول بام دي يكان استحسانية أو قصدك سلوكي أوكي كهر استحسان بلى بهر استحسان بي دي استحسان وكو وقف شاكا الان وقف حاجته ولي حاجتي شي استحساني ني امكاني يعني وانيكا ممكن نبي دستي لي هالبقري انتو جيبوي مستحسن دستي لي هالنقري عدمكي تعذري شيني نبونكي نبونكي غير ممكنية نبونكي غير ممكنية أما ذاك مستحسن أو يببه وإنما هو وقف دا عدمكي دا تعذر يقنية بلا موقف أمري شي استحسانية والحاصل حاجتي شي استحسانية دي وقد تكون أحوال الأبنية لغير حاجة بل للتوسع بل للتوسع الحاصل بكثرة الأبنية ليتوسع جابين بل للتوسع ويرقولي واسبو بل أحوال أبنية كب وحاجة نب وتوسع للتوسع الحاصل بكثرة الأبنية ليتوسع بها في الشعر والسجع وغير ذلك كالمقصور والممدود راو السجع شاكا دلاء أحوال أبنية جارية بوحاجدني بو توسع يعني قشايش إيجاد كردن بو خلقي قشايش إيجاد كردن مجال فراهم كردني زورتر بو متكلمي بو خوشت بو مجالي زورتر و آتشختر فراهم كردن جاري واهيا أحوال أبنيك بو حاجدني توسعي كي كحاصل دبي بوسيلة كسرة أبنية أقا أبنية زور بو لبيني دونه وعما صارت هيا بو تيتا يشان بزنيا ونيا فرسكا دو بابت هيا هر دوشان نيك معنى يدقيني ونيا فرس كين استقر قرر هر دوشان نيك معنى كان صرف ان ابام عنواني مثال شي غلطة شون استقرش معنى هيك معنى قررنا به ولي بوسيتا لبر حاجة دنيا لبر اويا الشعر ذا جيرنا كم سجع ذا جيرنا كم قررك زي بجنابي استقر كيدينا يعني أو مصدر جيب جنابي أو مصدر يدينا مثلا مصدر من حيث المجموع واليوم هو مصدر مزيدي مقاتلة وقتال دو مصدر بوشيا دو مصدر بوشيا أما أو مصدر بوزني جيدة كم بمقاتلة جيب جنابي قتالي لجلاب الله لسازع كم بويتشانا بويتشانا بي دي غير ذلك وكو شي مثلا وكو بلا رعاية وزن
توزن في الشعر، الشعر كأعمل وزن أعمل ربي الشعر في شو بعمله تاكا بو بو توسع ده شعر ده توسع ده سجع ده دي بوشي بو مثلا تجنيس إيجاد كردن مجانسة إيجاد كردن بو كلمة مجانسة مجانسة شتي جوانا مجانسة بو إيجاد نبي بو إيجاد ده بو شيء لسان سوا غير ذلك شيء كن تجنيسي مناهج كتجنيسي مناهج كالمقصور والممدود وكو مقصور وممدود إذا لم يكن حصولهما بإعلال يقتضيه كالمصطفى في المقصور الحاصل بالإعلال والإعطاء في الممدود الحاصل به فإن فلما ما كسوار سريش تيدي بيدروي الحاصل الحاصل بشو مرفوع يدكي دي إذا لم يكن حصولهما باعتبار بإعلال يقتضيه كالمصطفى الحاصل بالإعلال تاك في المقصور الحاصل بالإعلال والإعطاء في الممدود الحاصل تاك بإعلال ونيا دلا مثال وكو مقصور ممدود مثال أويك أحوالك للتوسع به وكو مقصور مقصور ممدود يشي كحصول كان بإعلال نبي دنا أجب بإعلال بو نابت التوسع بإعلال يقتليه بو دبت اشتكاني ديكا دبت أوي للاستسقال تو إعلال تيلا كده أي شو أوين دعاء الله وقد تكون للاستقلال كتخفيف الهمزة والإعلال إعلال برفع استسقالة ونيا قوة توسع نيا جاء من مقصور ممدود يكمان منزورة كحاصل بونكان بإعلال جنبو بيا كباعيسي أو بيدايشي أو مقصور ممدود يبو بيا بوسيلة إعلال بيا وكوتي نك بوسيلة إعلال نبي مثالي وكوتي بوسيلة إعلال بيا وكوتي وكو مصطفى ده مقصور ده كحاصل بو بإعلاله وكو إعطاء ده ممدود ده كحاصل بو بإعلاله أخ مصطفى مصطفى يا مصطفى يو يا مصطفى يا مصطفى وانيا حركتي لسريك أنت تبديل الكلوب ألف يك يمتحرك ما قبل تقبل الكلوب ألف إعلال ابتداك الدواء وانيا إعلال كباعيسي بيدايشي أو مقصوري يبوا شاك إعطاء إعطاؤنا إعلال ابتداك الدواء ومتطالب دواء ألف زائدة قلبت كله بهمزة ونيا إعلال باعث في داي شيء بو داقة إعلال باعث في داي شيء بو بي وبدواء دك وبرتوسعنا كذا فاز مثال وكو مقصور ممدود يشيك حصول كان بإعلال جنبك إعلالك باعث حصول كي بي وكو تي إعلال باعث حصول بي وكو مستفاد مقصورة جدا تاكا ده مقصور يجدا كحاصل بو بإعلاله تيكي ها تيكي على الكا مصطفى فيك الفكا خطسيش تيكي شو مصالي بو تيكي تبو إعلالي بينالا أو إبدالا دي الحاصل صفة مقصورية نصفة مصطفى بها وكو مصطفى ده اسم مقصور كذاك او اسم مقصورة حاصل بو بيبا اعلاله وكو اعطاء ده اسم ممدود كذاوي القولانا باكنا وبين صفة موصوفكي بين الحاصل الممدود الحاصل والمقصور تمام او ونيا وكو مصطفى كده اسم مقصور ده فإن مثل هذا يرجع إلى الإعلال جابوا أتو مقيدي ده كيد الله يبوا الشرطي حصولك بإعلال نبي أو يحصولي بإعلال بي وق أوانا الله يبوا الشرطي أوانا بي بو أو شرطي تدقري الله فإن مثل هذا يرجع إلى الإعلال الذي يذكره بعد ذلك مثل أوانا يعني مثل أو مقصورو أو ممدوديك بإعلال فيدابون ده قرن وسر إعلال نكسر توسعية ده قرن وسر إعلال شك دوازي كيدك تمام؟ وليس من المقصور والممدود المرادين هنا جزء أو مقصور ممدودين كمرادين ديرها
اما ديره دا مقصور وممدود يك مان دوي كبي اعلان ساز نبو به شاكا وكو صحراء وين يا صحراء خو بيعلان ساز نبو بيعلان ساز بو مصاي خوتي هاري خويتي قال واو نبو بي ويا نبو بي وابو بي خويي وين يا وكو قبع سرا قبع سراسيا او هر الفيلي زياد كلاوا واو نبو خويي نبو بكين الف تمام او مقصوريك كبيعلال دروز نبو صحراء ممدوديك بيعلال دروز نبو او اوا تاكا بو توسع وما كدو البته بو شرطي شي نيدي كمان هبه بو كلمكي ونيا بو شرطي نيدي كمان هبه بو كلمكي غير الصحراء نيدي كشي هبه فرسكين مثلا براهوت ني براهوت شني صحراشا فرسكين او ادوسيا وتوسع نجي قايش براهوت بوجي بجنابي او يدادني تمام؟ رجعة بمعنى رجوع أو مقصورة بوتيا بوتوسع جاكا شي لبوت هنا شي لبو أوي دي كاريبي هو علي بو ملا دي وذي الزيادة التي لم تكن لحاجة ذي الزيادة كشر وايا مثالي شيكا بلا أحوالك بو التوسع به وكوزي الزيادة يشي كزيادتك لحاجتنا به لنا قال لحاجت بو برحاجت إذا كويتو أي الآن استخرجت بو دروس كدو لحاجتهم دروس كدو هو أولي التوسع نيا أقا قرار واب معنى إذا قال خرجي فقيها به ها يا لاريب زي الزيادة يا بو لاريب الدروس كدوا بو حاجة ده يبزي الزيادة نيا ده ما توسع كشير كده لأن توسع نيا رول توسع وي بو حاجة نبي منزول لتوسع نيازت فين يا توجيبوي ها ونيازت فين بس زي الزيادة كمان منزولة كزيادة كيف بو حاجة نبي أو زيادة كيف بو حاجة وكو زياداتي اسمي فاعل مفعول شاكا زيادات شيكبو مضارع دروس كني هندراو زيادات شيكبو اسم زمان ومكان هندراو انا دي كزيادات اسمي الفاعل والمفعول لظهور ان مثلها داخل فيما هو او نقطه ورغولا جابو او شرطيك يد بيدلي زيادتك بو شرطيك لم تكن لحاجه طلعت شوك الظاهره شاكا ك مثلي أو زيادتك زيادتك بو حاجة بيه داخلي أو مجموعة أحوالانيك لبر حاجة بيدا دبنه هو وبر إيرنا كذي أي حالي بون بلا دي وقد تكون أحوال الأبنية للمجانسة كالإمالة آه حالي بون أحوالك جاري بو مجانسة يعني بو مجانسة شاكا وكو إمالة إمالة بوبو مجانسة يا بوبو مجانسة يا بلا الآن كان دلي والضحي نالي والضحى وني إمالة كأوية لبر أوية أو حالتا شاكا مجانسة هي دقل حرفي شيكا أو حرف دا أصل دالي يوجيراه والضحى الفكلية يوجيراه إمالة تدا دكي شن مجانسة دقلية هي والضحي والليل إذا سجي شاكا دواوي دعوي نالي دعي بمعنى دعا كالواوي يوجيراه شاكا تهز ده بكتبا دعو بولاد دا إمالة تدا كربا جامزور او اماله بو مجانسه يا احوالك بو نبو توسعه
نبو حاجته بو مجانسه دي كالإمالتيش متنا ها؟ همي متنا كالإمالتي؟ بلى وقد تكون للمجانسة كالإمالتي دي باشا أماش دي بين دنيو متنا أو ويرقولي بادا كينا ودي بين قراغي أو ويرقولكشو برانتيزكش وقد تكون للاستثقال كتخفيف الهمزة والإعلال والإبدال والإدغامية والحذف أول شموي متنا بلخوان تاوسر حسف أول شتاء دقات حسف في حسفكش دقل أول متنا بلخوان أول جواني شيبو بنوسن شاكا بو استثقال يعني حاجتك بوية حاجتك استسق بسقيل زا استثقال يعني أوي كواجب رعايتي بكي دا استثقال يدا ونيا أوي كواجب رعايتي بكي دا استثقال يدا جا أوي كواجب ونيا جا رواية حاجتك لبر أوي أتو بسقيل الزانيوا أو حاجتك لبر استثقالية ونيا وكو تخفيف الهمزة تخفيف الهمزة حاجتك يا علتك شي استثقالة ويا تخفيف الهمزة لكي نلبر مجانسة يا نلبر حاجتا ونيا نلبر توسعة لبر بسقيل زانيني كلمك يا إعلال شلوية ونيا مصطفى يو ياي ونيا بسقيلي دزاني أقتنيني شيل سر به الرواية الفلامي لسر نبي مصطفى ون ونيا جاري إعلالي شدي كشتي دعوة وكد كدو تيجي هاي شون شاكا أبي شروة قلب كنا كشروة واو كش دك يي كش دك ألف ونيا حسبي دك دوايا أو إعلالة الداخل دو إعلال دوا إعلال إيش حذف دي على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله تعالى بو تفصيلي وكو تخفيف الهمزة أو يعني أو كارانا برأساسي تفصيلي شي كدي إن شاء الله تعالى دي وابتدأ في التفصيل بما هو للحاجة لكونه أهم ومن جملة لنيو للتفصيل أوشتان داك دواعي أحوالا سببا بو أحوال أبنية شروعي بدا التفصيل كده شروعي بو داعي بو حالتي كده كلبر حاجات فيدا دبي شوك أو مهم ترى طبعا وين لبر حاجات فيدا بي مهم ترى ومن جملته بما يتعلق بالثلاثي المجرد الذي هو أول الأبنية جاوز اللزيم أو 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 أحوالان كلبر حاجة لنيوانجدا شروعي بشتيش كدو كمربوطة بثلاثي مجرد يجي كأول أبنية يا ثلاثي مجرد لنيوانج دا شروعي كدو بوشتيك يتعلق بالفعل مربوطة بفعل أحوال فعل يدي في جسم دا دلا لبروي تصاري في فعل زورا لنيو فعلان جدا تصيب مالي كدو لأنه أقدم الأحوال شو القديم ترين حالات مالية قديم ترى يعني أسبق ترى لوالديي لفش دادي كي مالي دوا دبت الملاريع ودوا دبت تشيوف الغنوة أقدمي بو معناي قديم ترى يزو ترى بوجود دي دي دمين مصر كيب كي مالي دوا دبت أواني دي دي الماضي للثلاثي المالي يا المالية يا المالي شي هيا الماضي هيتيانا شنك المالي المالي وفقاضي وايا بحاثي الرفع جردا يعرابكي تقديريا دي الماضي للثلاثي المجرد ثلاثة أبنيتي أوني شروعي هو بمالك دالله مالي ثلاثي مجرد سيبيني هي فعل وفعل وفعل دي لالتزامهم الفتح همل يا همل همل لالتزامهم الفتح لخفته في أول فتح 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 مفعولي التزامية لالتزامهم الفتح لخفته في أوله إلا عند تريان داعي كالبناء للمفعول كالبناء للمفعول شاكا دي ونقل الحركة للإتباع إتباعي
ودودان كشهيدة كشهيدة والبلا والآخرة والآخر والآخر محل الحركة البنائية دي وكأنهم حيث التزموا تسكين حيث التزموا تسكينه عند اتصال الضمير المرفوع المتحرك الجاري مجرى جزء من الفعل لشدة امتزاجه به احترزوا عن السكون في الوسط بلا مالي سي بناي هي سباسي مجرد چونك بلازم يعني جراوة فتح دا اولا كده بلازم يعني جراء اولا كي مفتوح به مالي مانيا اولا كي مفتوح نبه الا مقر عارزيك باعز ببه وكو فعلي مسهول دروس كده بلازم يعني جراوة فتح دا اولا كده لبروي فتحة خفيفة اولا كده لكل بوابا هذا بفتحه تاكا لبر اوي بلازم ينجرا وفتح حدا اول كيدا لبر خفيبوني فتحي مقر داعيك وباعيسك عاريز ببي وببي تباعيسي وكفتحه كالنبي وكبنا مفعول لبنا مفعول لاوين الله لوري بمرمومي دكي ولي وداعيك باعيس ببوي فقيه بدك البنا فاعلكي تاكا لبر داعي نبي بلازم ينجرا وفتح حدا اول كيدا تاكا التزام إلا عند طرق أو استثناء لالتزامه بلازم ينجرا وفتح دا أول كيدا إلا دوختي عارز بوني داعي جدان به تاكا أويك داعي عارز بي وباعز بي كفتح كي أولا نميني وكو بنا مفعول وكو نقل حركة لبر إتباع تاكا ونقل الحركة شهيدة بوتا شهدة بوتا تشي جاكو عن نقل حركة يا شهيدة نقل حركة نبزانا وش نقلا يا والحركة للإتباع ونقل الحركة والإتباع دي كوايا بلا قرآن كالبناء للمفعول ونقل الحركة والإتباع نقل حركة تاكا شهيدة كلمه الشهدة كسرك لبر نقل حركة بيداو يا لبر إتباع ولي شهيدة بدو جوران فتحك نماوة يك بنقل حركة كولي الشهدة أقا نقل كربو خوي ساكن لبه هيك يجيش بإتباعي هدو جانا وقت كسرانه فاز ونقل الحركة والإتباع والإتباع كا إدينا إخواني وكا شوك دو جورة أوا يشاني شهدية يشاني شهدية خبها دو جورة دونا إخواني ديتوا هم زمان وكو أوا بدو حالات يكب حالات الشهداء يكب حالات الشهداء حالي بباب ترى بزور شان حنا خاين قربان اخذت شويه دخيني وا لانك زير بلانك شهيده كشهيده اخذنا خو مثال بو ايكانيا مثال بو نقل اتباعه هم زماننا تو اني مثال بو هدوشان شانس اخو اوش ادرسو شها ونقل حركه جديد اتباعي تون كوادرو اتباع بنقل حركه يلا ناصر نقل حركتي وسيرك لما هو اتباعي متبعيتي فاعل فعل عين الفعل قرا اخذ نقل حركه ذلك الكري باش ساكن به هيك شينك وبي مكسور ناكي وبي مكسور كدن اتباع بويدله لنا حركه يها القريبي دبي وهر نقلوا كابوني معنى نقل حركه للاتباع ديردا دي والاخر محل الحركه البناء والاخر كريتك لالتزامهم الفتحة أو في أولك دمينت والثانيك وآخرك والآخر محل الحركة البنائية آخرك جوك وآخري اسمي وياك جيغاي إعرابي أوز آخرك جيغاي حركة بنائية أو جناب دستيلية بدري حركة بنائية كفتحية لمية سكونة
بس تجي بس يغكان لرب 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 ناتا عفي سكونة ولمية و الوصل بزمين شفر هذا كلمة آه؟ وقت الزمين شبه وصل دبي آه هرشي آخر يكاش محل حركتي بنائية دمينته وسطك شاكا دي وسطكش وكأنهم حيث التزموا تسكينه عند اتصال الضمير المرفوع المتحرك الجاري المجرى الجزء جاري مجرى الجزء من الفعل لشدة امتزاجه به احترزوا عن السكون في الوسط أو ربط بوي وهيا شاكا كأنه عرب شاكا وقت علماء أهل أدب نحات بتبعية للعرب كأنهم شنكا بلازم ينزاني وتسكيني عينكي شاكا عند اتصال الضمير تسكيني آخركي شنكا بلازم ينزاني وتسكينكي ده وقت اتصال الضمير مرفوع متحرك داكا ضمير مرفوع متحرك حكم جزء فعليه لبر شدتي تيكلايك يقل فعلك التزموا عن السكون احترزوا عن السكون خوان باراسو السكون وسط شنك السكون وسط ايش بيه ده قالوا التقى ساكنين بدل بيه او السكون وسط ايش لدسجو ونيا وكانهم شنك بلازم ينزاني وتسكيني اخركي ده وقتي اتصال ده اتصال شاك الله رابطو التزامك دو تسكينك بو چونك تي كان بك الجزء كك الجزء وساكنينك اللي بيت التوالي شو حركة الله رابطو ونيا كسر بيا فتح بي الله رابطو الله رابطو هر حركة تيجي شاك ونيا ناب بلا هر حركة تيجي لسرك اي هبه شاكا او توالي هلي بيدا دبه بس بلازم ينزاني و اخيري كساكين بي عند اتصالي او بوي توالي بيدا دبه كاوي ساكين بو هناك عين الفعل ساكين بي بس هو عين الفعل ساكين بو نيوشان لقيسشو دمينيته عين الفعل كسي حركتي هرسي وزدشمان ايقا اول ما نما اخير ما نما ساكيني وسطيش ما نما لبر او لمي في وناني هسي حركة بوسطة كده من أوسي وزنانه هي أوسي بنانه هي بوية احترزوا عن السكون في الوسط لألا يكون في معرض التقاء الساكنين يا في معرض التقاء الساكنين في هذه الصورة بوية عين الفعلك وسطك ده معرض التقاء الساكنين ده نبت دو صورتي ده كصورة ضمير مرفوع متحرك في ونانا صورتك صورة اتصال ضمير مرفوع متحرك دي فاختلاف الأبنية إنما هو باعتبار الحركات الثلاثة في الوسط فحصلت ثلاثة باعتبارها وهي فاز اختلاف أبنية دمازي دا فقط باعتبار حركات الثلاثة وسطك يعني. دا نتيجة دا سي بنا بيداد بن باعتبار أو حركات الثلاثة وسطك سي بنا كانش فعلية وفعلية وفعلية وهي فعل بفتح الوسط وبفتح الوسط وفعل بكسره وفعل بضمه والأولان يجري فيهما التعدي والتعدي واللزوم والثالث واللزوم يجري فيهما التعدي واللزوم تعدي فاعل يجري كره يجري فيهما التعدي واللزوم والثالث لازم البتة لازم البتة شاكا دوكاني أولك فعل وفعل يا تعديش اللزوم يشتيان داد يتجي يعني متعديش يعني هي لازم يشان هي فعل جوايا فعل جوايا فعلك أو هر لازم هي متعديني لازمها ميشا دي جاء العنا كاني أما بينز مثال ما ندوي بو فعل وفعلك لازمش من ده ومتعديش من ده بوش كهر لازمه وبينج مثال فرمو بسم الله مثالا بينه ودي والمتعدي من الأول مع كسر العين في المضارع جاء مع كسر العين ضم العين فتح العين أوش
نقل داستاني مثالا زور ذكاء وجهي أما مالك ما قرار وايا أو بينجان ابن هذه ملاريعك هي ملاريعك يفعلو يفعلو يفلان دي نحو ضربه جاء متعدي لفعلي دقل كسر عيني ملاريعك يعني فعلي يفعلوش به ومتعديش به وكو ضرب نحو ضربه يضربه أو جار متعدي لأي أول مع لمي عين الفعل ملاريعك وكو مع ضمه نحو قتله يقتله أو متعدي لأي أول مع الكسر مع اللم أدي متعدي لأي أول مع الفتح شي متعدي لأي أول مع فتح عين الفعل ملاريعك يعني فعل يفعلوا أيوة نكتو الشرط دانا بو خوي دلا بو خوي دلا ولم يذكر مثلا جل يا بلا منظور لو هو شي بيتوصل خوي هو شد نيتو هو شد برتا تودا وانيك داني متعدي لأول مع كسر العين في المضارع متعدي لأول مع لم العين في المضارع لما انت متعدي لأول مع فتح العين في المضارع اواني نكتو دوا دلب ونكتو تي واللازم او جاد سير سر لازمك واللازم منه مع كسر منه لك هي لا أولك أولك مع كسر العين في المضارع نحو جلس يجلس أه. ومع ضمه نحو قعد يقعد دي ديرش دا مع فتحه هرنكت ما نل اللازم كي داكتين متعدية كي داكتي يعني فعل يفعلون كت دلو ولم يذكر دي ولم يذكر مثالا لمفتوح العين من المضارعين نبو متعدية كي نبو لازم كي لأنه بناء فرعي عند الأكثر شوكا ملارعي مفتوح العين بنايتي فرعية لكن أكثرا بنايتي بناء أصلين يا يفعلوا بوا يا يفعلوا بوا كدوتا يفعلوا لبرحف حلقك يسألون يا يمنعوا يسألوا يا مضموم العين بوا يا مكسور العين بوا لبرخات في حرف حلقك شوكا فتحة خفيفة فتحة داوة يدنا بناء أصلين يا لكن أكثرا بناء فرعية يحصل مع حرف الحلق كما يجيء إن شاء الله تعالى حالي بباب بلى دور مباركة يجيء أوج آوانا نسريه يجيء ي ج همزة بتنية همزة دواي حرفي ساكن كرسينيا هل بتاني ذا نوصله جاء وقت جاءي سوء دواي آو إي حرفي ساكن نواني دي جاء آو إي جنب جزء دو حرف ساكن دو زي شيء تاكا ده اخري ده دو حرف ساكن بكرسي لنصي دي والمتعدي من الثاني مع فتح العين في المضارع نحو نبو نبو نبو, نبو. والمتعدي من الثاني مع فتح العين نبو نبو نبو, نبو, نبو. والمتعدي من الثاني مع فتح العين في المضارع نحو او خبريتي رولا والمتعدي من الثاني مع فتح العين في المضارع نحو شربه يشربه متعدي لإدوم دوم كفعيل به متعدي لإدوم مع فتح العين دي مع فتح العين مضارع مع ضم العين مضارع مع كسر عين المضارع او سحالة متصورة متعدي لإساني مع فتح العين في المضارع وكو مثال شربه يشربه ومع كسر لا يكون قياسا تاكا إلا في معتل الفاعل بلا هو بزان هيك كسرني ومع كسره دوي كسره مع كسره دي
دوايا دوايا أو يتداني القرآن نحو ميقة نحو ثقة برو كسره سرتر ديملا وأخره بيجي دي دايما حتى كي سرتر مع كسر القرآن أي ما البقرين قراءة أوى أخوه لو شو يبي دخلني وتدوي دواي فريحة دخلني وا ويشربه حموت عم فرتن مع كسري ولا يكون قياس جاء أول نظر أوب وفزوابي كليا ومع كسره ولا يكون قياسا بلى وعبد بعث سرجه دي أما أواوي نالم ولا يكون قياسا كيد الله بخي ما لا يكون يا بلا واوي لا يكون ولا يكون تيرك كش باكينو يا نما تيرك كش ولان ببي باشا نش بده به نو والله نايبه نما بش بي زرريني لا وتيرك لو لا دوا تيريشي واللي هي كبرت فيش نو بيشي دنا جي تيرك نابه هي كسري هي كي برق بشيش نوى دوايا والمتعدي من الثاني مع فتح العين في المضارع نحو شربه يشربه ومع كسره نحو ومقه يمقه ومن ومع كسره ولا يكون قياسا إلا في معتل الفاء نحو ومقه إذا أحبه يمقه تاكا متعدي لسانية كي لفعيلي مع كسر عين الفعل مضارع كي كأوش قياسينية إلا ذا معتل الفايدة نبيا سماع ذا معتل الفايدة قياسية يعني فعيلي متعدي مضارع كي يفعلوا بيا قياس ذا معتل الفايدة همو معتل الفايشي كما زي كي فعيلي بي مضارع كي يفعلوا يا ذا نبيا قياسينية سماع شاك أوكو حسب يحسبوه ونيا بلا متعدي لساني مع كسر ملارعك كقياس جنابي أو كسر إلا دا معتل الفايدة النبي وكو ومقه إذا أحبه وقت شكاب لي خوش بيه ومقه يعني أحبه خوش بيه ملارعك شي يمقه يا ونيا دي واللازم منه مع فتح العين المضارع مع فتح العين في المضارع في الجدار أو جار جرى وسب ألام متعدي لساني مع فتح العين مع كسر العين أدي مع لم العين يعني فعيله يفعولو أو جماوة بله جماوة أو ك ضمك مع ضمه مع ضمه أو باز نكدو لبر سقي لباسي نكدوي دل وليس فيه المضارع المضموم دواب خيلا نل لازم كي متعدي كي چونك سقيل لك سري ما زيرا رويشتن بولا مي مضارع تمام لبروي دي نحو واللازم منه مع فتح العين وكو فرحة يفرح ومع كسره وكو وسيق يسيق وليس فيه دفع ليلى عمل وي لازم بيا متعدي بيا المضمون المضارع المضمون واتا كما ياتي دي والثالث كفعولك يا والثالث لا يكون الا مضموم العين في مضموم ما خبري لا يكون يا شاكا لا يكون الا مضموم العين والثالث لا يكون الا مضموم العين في المضارع نحو إساليس كفعوليا نابي إلا ملموم العين دبي ملارعك ملموم العين دبي دا ملارعي دا شاكا نمفتوح العين مان هيا أولا هر لازمي هيا ودا بيش دا بكتية وهر لازمي هيا دمين التوا ملارعك مفتوح بي مكسور بي نتي شاكا فعولي يفعلو فعولي يفعلو مانيا ونيا بوني مانا لا برسمع دنا دليل إكباني بلين لفعوا ليرا قرانا بشي سرفع عليه بيه دليل إجني ألبتا ها شاكا دروسة لسقيلي رانات يسر سقيلي
سقيلي جينا هاو جينز وللا سقيلي را تتي سرشتي جينا مأنوز بارتباط لما بارتباط هذا الفتحة فعولا متوجه بوي كمالكة مالكة سقيل تريشا لو او سقيلية تحمل كردوها لما لارعكي كالسوكا بسي سوك تريكي زور سوك دبينة في الزوار حالي بوي بك يفعل ويفعل اتو لما لكي دا او اولا ما يتازا تحمل كردوها دا مالارعي دا بوسيلي ساشن كرني فاول فعلكي خفيف دبي دو دا تازا بوهم دا قرية ودا سيسر خفيف كرني متوجه بوي بمناسبتا تمام وكو كرم يكرمو فهذه أبنية المجرد الثلاثي أو سيانة أو أبنية ثلاثي مجرد فعليا البتة ونيا